تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى برنامج ساعة اقتصاد. إذن في عدد اليوم سنناقش المقومات، الرهانات والتحديات التي رفعتها الجزائر للنهوض بقطاع السياحة. يأتي هذا تزامنا مع الطبعة 23 للصالون الدولي للسياحة والأسفار، والذي انطلقت فعالياته والتي تستمر إلى غاية الثاني من شهر جوان القادم، وذلك بمشاركة أزيد من 400 عارض. للحديث أكثر مشاهدين عن هذا القطاع، أسعد باستضافة كل من السيد نبيل ملوك المدير المركزي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية ومحافظ الصالون الدولي للسياحة والأسفار. مرحبا بك سيدي. مرحبا والسلام لكل المشاهدين الأفاضل. شكرا لتلبية هذه الدعوة. كما يحضر معي السيد حمور ماهر رئيس المنظمة الجزائرية للسياحة، مرحبا بك. مرحبا بك، شكرا، شكرا لكم الدعوة. لتلبية الدعوة. كما يحضر معي السيد منير بشيري مدير عام لمجمع سياحي، مرحبا بك. شكرا، بارك الله فيكم على هذه الاستضافة الطيبة، ونحيي كل جمهور المشاهد. بارك الله فيك. شكرا لك، شكرا لتلبية الدعوة. إذن في بداية بك سيد ملوك، نبدأ عن تفاصيل هذا الحدث الاقتصادي المهم. شكرا، شكرا لقناة الحياة على هذه الضيافة الكريمة. شكراً. وتحية طيبة لمشاهديكم الكرام. إذن الصالون الدولي للسياحة والأسفار ينعقد بإشراف السيد وزير السياحة والصناعة التقليدية. هذا الحدث هو في طبعته 23. طبعا هو موعد سنوي دولي هام جدا في مجال الترويج والتسويق لوجهة الجزائر السياحية. هذا الصالون يعرف يعني مشاركة وطنية ودولية هامة، كما ذكرتي في حديثك أكثر من 400 مشارك وعارض في هذا الحدث. وأيضا هذا الحدث بجوار يعني قصر المعارض أو بجوار الجناح المركزي، تنعقد أيضا قرية للصناعة التقليدية باعتبار أن الصناعة التقليدية رافد من روافد السياحة. هذا الصالون هو موعد سنوي كما قلت للترويج لوجهة الجزائر السياحية، وكذلك حدث يجمع المتعاملين والفاعلين في مجال السياحة والأسفار من وكالات سياحة وأسفار، من مؤسسات فندقية، من شركات للنقل الجوي والبري والبحري، من بنوك باعتبار أن البنوك لها صلة مباشرة بتمويل المشاريع السياحية، مشاريع الاستثمار، إضافة إلى المؤسسات الناشئة باعتبار أن الشباب الذين بادروا بأفكار في مجال الرقمنة، خاصة نحن في عصر الرقمنة وفي عصر التكنولوجيات الحديثة التي هي مرتبطة ارتباطا وثيقا مع قطاع السياحة، وخاصة أن الفاعلين أو المهنيين في مجال السياحة والأسفار أصبحوا يعتمدون اعتمادا كبيرا على هذه التطبيقات الإلكترونية التي بادر بها الشباب في مجال يعني الحجز الإلكتروني، في مجال الاتصال، في مجال التصميمات الحديثة، وكذلك حتى في الترويج للمواقع السياحية، إضافة إلى المؤثرين وصناع المحتوى. يعني نعرف بأن الآن شبكات التواصل الاجتماعي تلقى رواجا كبيرا لدى مختلف فئات المجتمع، وفي مجال السياحة لها تأثيرها الكبير. نعم، في الترويج لوجهات سياحية. نعم، والآن وجدنا أن الكثير من الوجهات السياحية المحلية تجد لها فضاء على مستوى هذه المحتويات التي يصنعها هؤلاء المؤثرون وصناع المحتوى من أجل الترويج لمختلف الوجهات السياحية المحلية، وكذلك المسارات، وكذا المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، وخاصة أن بلادنا بلد يعني بلاد شاسعة في مجال الامتداد الإقليمي، وهذا هذه الشساعة أعطتها تنوعا في مجال السياحة، يعني في مجال الموارد والمؤهلات السياحية. إذا الصالون الدولي للسياحة والأسفار هو موعد هام لكل الفاعلين، إضافة إلى أن المؤسسات الدولة مثل قطاع الثقافة، مثل قطاع المجاهدين، يعني كل في مجال اختصاصه، قطاع التكوين المهني، هناك تنوع سياحي، هناك تنوع. نعم. تجدين السياحة التاريخية والسياحة الذاكرة. سنعود إلى هذه. نعم. الأنواع بالتفصيل السيد ملوك، لكن قبل ذلك نستمع لرأي السيد حمور والهدف من مشاركتك في هذه الطبعة 23.
أولا نشكر وزارة السياحة الجزائرية في وأيضا محافظة الصالون على تنظيم مثل هذه المواعيد التي تعتبر يعني موعد استثنائي في الجزائر وإقليميا من أجل الترويج واستقطاب السياح وأيضا استقطاب أكبر عدد من الوكلاء الخارجيين خاصة مع الوكالة السياحية الجزائرية. أيضا هو فرصة مواتية للفنادق الجزائرية من أجل طرح العروض المختلفة في مجال الفندقي من أجل يعني إقناع أكبر عدد ممكن من السياح المحليين والأجانب وأيضا أبناء الجالية الجزائرية في الخارج من أجل استكشاف الجزائر، وهو فرصة مواتية لكل المتعاملين والفاعلين في القطاع السياحي الجزائري كما ذكر السيد المحافظ كموعد سنوي. أيضا لابد أنه خاصة أنه نحن مع موعد موسم الاستضافة، نعم حتى اختيار هذا الوقت كنا طالبنا مرارا وتكرارا، لكن هذا الوقت هو وقت مميز يأتي يعني قبيل يعني انطلاق موسم الاصطياف، هو موعد سنوي. تغير من سبتمبر، من شهر سبتمبر إلى شهر ماي كيعني فترة أو مرحلة الاصطياف من أجل أيضا ترويج البرامج السياحية للوكالات، خاصة نشوف أن الوكالات أيضا أصبح لديها اهتمام بالغ يعني بالترويج للسياحة الساحلية والشاطئية خلال موسم الاصطياف. نعم، أعود إليك سيد منير بشيري. كما نعلم أنه العديد من المتعاملين اليوم حضروا في هذه التظاهرة وهذا الحدث الاقتصادي المهم، لو نتعرف على الهدف من مشاركتك في هذه الطبعة وشنو هي ربما العروض المغرية التي ستقدمها للمواطنين؟ شكرا بارك الله فيك على هذا السؤال القيم. احنا نعتبر هذا الموعد هذا موعد هام جدا جدا لنا احنا كوكالة سياحية أو كمجمع سياحي، على لاننا كل سنه نلتقي يعني بالوكاله اللي يعني عز عليك باش يعني تتلاقاهم في موسم الشتاء او في الايام الاخرى، هذا نظرا لكل الارتباطات اللي ما يخفاكش انه الناس اللي تشتغل في السياحه شاطرني الراي الاستاذ نبيل يعني ما كاش وقت يعني ما كاش وقت هذه الفرصه. يعني نشكر وزارة السياحة والأستاذ المحافظ على هذا، خاصة كما قال الزميل على الوقت الجيد الجيد اللي اختاروه هذه السنة للصالون واللي يتزامن مع بداية موسم الاصطياف. خليني نروح لك بعيد، احنا من هذا المنبر حتى نطلبوا من وزارة السياحة ومن السلطات يزيدوا يقدروا يديروا لنا طبعتين في السنة. لماذا؟ لأن احنا كنا نديروا في شهر أكتوبر، هذا يتزامن و بداية الموسم الصحراوي في الجزائر وحتى السياحة الحموية حتى السياحة الجبلية. كما يعلم الجميع الجزائر تزخر بحاجة اللي ما عندهاش البلدان الأخرى، وهي أربع فصول اللي مثلا السياحة تقدر في نفس الوقت تروح للصحراء وفي نفس الوقت تروح يعني تشوف زوج فصول في نهار واحد. نعم، السياحه الصحراويه، السياحه الجبليه، هناك العديد من هناك تنوع سياحي في الجزائر. بتنوع مناخ الجزائر وبتنوع المناطق الطبيعيه الخلابه اللي تزخر بها. خليني نقول لك انه هذه المره تزامن مع بدايه الفصل الصيف راح نقدر نروجوا مليح للسياحه الوطنيه، واللي يخليني نقدر نرجع لك ثلاث سنوات او اربعه كما كل مره راني نهضرها. جائحة كورونا كان فيها كل شيء مش يعني على ما يرام إلا حاجة واحدة، سمح لنا بإعادة الترويج للسياحة الوطنية نظرا لغلق الجوي للمجال الدولي وحتى فرصة لاستكشاف المناطق الصحراوية وأيضا في الجزائر كل المناطق الساحلية التي تزخر بها الجزائر. وربما راح نتشاطروا الرأي لو نقول لكم أن الدولة الجزائرية لاحظناها من خلال الثلاث سنوات ولا أربعة هذه تهتم كثير كثير بالسياحة. لماذا؟ لأنها تريد أن تضع السياحة في محور الاقتصاد الوطني. نعم. حتى نواكب بلدان الجوار ولا حتى البلدان المتطورة كإيطاليا أو إسبانيا أو فرنسا، كلهم هذو ناس الاقتصاد تاعهم يعتمد كثير كثير على الثروات السياحية اللي عندهم، مع العلم أن الجزائر تزخر بثروات كبيرة كبيرة جدا على البلدان هذه. نعم، بالحديث عن الثروات التي تمتلكها الجزائر، الجزائر قارة صاحبة كل المؤهلات لتكون عملاق حقيقي في قطاع السياحة. لا نتحدث عن الشواطئ فقط، فلدينا سياحة دينية وسياحة تاريخية، سياحة طبيعية، حتى الصحراء الساحرة. ربما أين يتجه اليوم قطاع السياحة في الجزائر سيد ملوك؟ شكرا. إذا أنا كذلك
أشكر يعني الزملاء اللي شاركونا في هذا البلاطو، وكل أدلى بدلوه يعني في هذا المجال. يعني المتعاملين السياحيين وجدوا في هذا الصالون ظلتهم يعني أنه يكون فرصة لترويج المنتجات السياحية، وأنا أشكرهم على يعني التجاوب مع دعوة محافظة الصالون الدولي للسياحة والأصفار تحت يعني إشراف السيد الوزير، أنهم أبدوا اهتمام كبير بهذا الموعد واستحسنوا تنظيم هذا الحدث في هذه الفترة، يعني في شهر ماي الذي يتزامن مع موسم الاصطياف ويتزامن كذلك مع اقتراب موسم السياحة الصحراوية. موسم الاصطياف سينطلق في الفاتح من شهر جوان ويمتد إلى غاية نهاية شهر سبتمبر، يعني على 4 أشهر كاملة، وهي فرصة خاصة لترقية وتطوير السياحة الداخلية، لا سيما أن الجزائر اليوم أصبح يميل كثيرا إلى السياحة في بلده ويحاول اكتشاف يعني المؤهلات السياحية الموجودة في البلد. نحن في القطاع لا نمنع الجزائري أن يتوجه إلى الخارج، فهو مواطن أو الجزائري إنسان يحب الاكتشاف، يحب السفر، وحتى سفره خارج الوطن يعني يكسبه تجارب جديدة ومهارات جديدة، وهذا ما سمح لنا أننا نرى مشاريع ترى النور في الجزائر. يعني الجزائريين سافروا إلى الخارج وشاهدوا مشاريع ناجحة ومركبات سياحية ناجحة وحتى وكالات سياحة وأصفار ناجحة، وأرادوا أن يستفيدوا من هذه التجارب لينقلوها إلى بلدهم الأم إلى الجزائر. إذن الجزائر تستحق منا أننا نبذل كل المجهودات لكي نرتقي بها إلى مستوى الوجهات السياحية المرموقة، خاصة في حوض البحر الأبيض المتوسط، لأننا نملك كل مؤهلات، سواء كانت مؤهلات طبيعية يعني حبانا الله بها، أو حتى الموارد البشرية. لا يمكن أن نبقى في معزل عن ما يجري في العالم، ولا بد أن نبني صناعة سياحية رائدة، لا يبقى مجرد كلام، لا يبقى مجرد حبر على ورق، وإنما لابد أن يتبع بالفعل يعني بالعمل. وتوجيهات السلطات العليا في البلاد وخاصة آخر مجلس للوزراء تحت إشراف السيد رئيس الجمهورية يعني أولى أهمية خاصة لقطاع السياحة، وركز ونحن على مشارف موسم الاصطياف، ركز على موسم الاصطياف، ركز على مسألة الأسعار، مركز على ضرورة التفاعل بين القطاعات المختلفة من أجل بناء وجهة سياحية وكذلك تنويع الاقتصاد الوطني، يعني أن تكون للسياحة مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتكون مدرة للثروة ومناصب الشغل. إذن قيمة مضافة. نعم، وكما قلت أنه هذا الحدث يتزامن مع موسم السياحة الصحراوية، وفي هذا الحدث ولاية الوادي ستحتضن مهرجان دولي للسياحة الصحراوية في شهر سبتمبر المقبل، ونعلم أن موسم السياحة الصحراوية يعني بعد ما ينتهي موسم الاصطياف في نهاية شهر سبتمبر ينطلق موسم سياحي جديد، ألا وهو موسم السياحة الصحراوية الذي يمتد من شهر أكتوبر إلى غاية شهر أفريل من السنة المقبلة، إذن على مدى 7 أشهر كاملة. لذلك تلاحظي كما ذكر الأخ منير أنه الجزائر تمتاز بالتنوع، تنوع الفصول، وهذا شيء فريد من نوعه بالنسبة لي، يعني يحسدنا الكثير من الناس أو من البلدان، تحسدنا كثير من البلدان على ما هو موجود في الجزائر، لكن علينا أن نقدم المجهود اللازم ونوفر يعني المقاييس لتتوفر في الصناعة السياحية. نعم سيد أملوك، بالحديث عن المجهودات، ما هي المجهودات المبذولة خاصة فيما يخص موسم الاصطياف والذي هو على الأبواب؟ فعلا يعني لما تطرقت إلى هذا الموضوع أقول لك بأننا نعمل في إطار لجنة وطنية لمتابعة تحضيرات وسير موسم الاصطياف. هذه اللجنة الوطنية هي تحت مسؤولية أو تحت إشراف السيد وزير الداخلية وجماعة المحلية، باعتبار أن موسم الاصطياف هو قضية تتعلق بالسلطات المحلية على وجه الخصوص، وهذه اللجنة تضم قطاعات متعددة، يعني القطاعات التي لها صلة مباشرة بالموسم. الجديد بالنسبة لهذه السنة هو أتحدث خاصة على إصدار تعليمة وزارية مشتركة بين الداخلية، السياحة، المالية، تتعلق بمسألة الامتياز لاستغلال الشواطئ. استغلال الشواطئ
وضعنا نظام للامتياز يكون فيه أو تكون فيه الأولوية للمتعاملين السياحيين سواء كانوا مؤسسات فندقية أو وكالات سياحة والأسفار. في سلم التنقيط الممارس لهذه المهنة يحصل على العلامة يعني التي تؤهله لاستغلال هذه الشواطئ. يعني أعطينا الأولوية علاش؟ من أجل ضمان جودة الخدمات، لأننا كثيرا ما لاحظنا في السابق في السنوات السابقة هناك من اشتكى من سوء الخدمات على مستوى الشواطئ أو من استغلال أو الاستغلال العشوائي. أردنا من خلال هذا النظام الجديد الذي يخضع لقانون استغلال الشواطئ أننا نستحدث معايير جديدة نفضل بها أو نعطي فيها الأولوية للممتهنين أو المحترفين لأصحاب المهنة. نعم، خاصة فيما يخص عتاد الشاطئ أن يكون يعني يتلائم مع جمال شواطئنا. عندنا شواطئ جميلة لابد أن يكون العتاد الذي يوضع عليها لاستقبال المصطافين لابد أن يكون في المستوى يعني جودة الخدمات أكيد. المنتظرة من السائح الجزائري، لكن ماذا عن السائح؟ يعني حتى لا نترك السائح الجزائري يتوجه إلى وجهات أخرى. لكن ماذا عن السعر السيد ملوك؟ هل تم مراجعة الأسعار الحالية خاصة في الفنادق الكبرى؟ نعم، هو كما هو معلوم أن الأسعار تخضع لقانون السوق يعني إلى قانون المنافسة، وخاصة مع أننا قانون المنافسة يترك المجال أو الحرية للمتعاملين أن يتنافسوا فيما بينهم من أجل تقديم أسعار يعني تحفيزية لمختلف الخدمات أو المنتجات المقدمة. وفي هذه المناسبة يعني مناسبة الصالون الدولي للسياحة والأسفار لاحظنا بأن الكثير من المشاركين والعارضين قدموا عروضا متكاملة في مجال الخدمات السياحية، يعني عروض ترويجية خاصة بموسم الاصطياف. ولما كنا نزور الأجنحة وجدنا بأن الكثير من الوكالات السياحية وكذلك المؤسسات السياحية والفندقية جهزت نفسها لموسم الاصطياف من خلال تقديم عروض متكاملة ما يسمى باكيج، يعني عرض سياحي متكامل لكي يعرض على الزبائن. نعم، أعود إلى السيد حمور. ربما تحدث السيد ملوك عن الإمكانيات وعن أيضا الخدمات التي ستكون منظمة بطريقة، وأيضا عن الأسعار، ربما تفصيل في هذا الموضوع خاصة فيما يخص التكلفة في الجزائر. اولا اود ان اشكر السلطات العليا في البلاد وعلى يعني فيها في مجهودات جباره تقوم بها السلطات العليا، منها تسهيل تاشيره للسياح الاجانب للدخول الى الجزائر عبر تاشيره الوصول لدى الجزائر، ايضا فيه ربط رحلات جويه مباشره مع عده عواصم افريقيه وعربيه واوروبيه الى الجزائر من اجل تسهيل العمليه السياحيه، ايضا فيه قرار الوزاري الاخير ل وزارة الخارجية من أجل تسهيل دخول الأبناء الجالية الجزائرية في الخارج إلى الجزائر عبر بطاقة التعريف. كل هذه القرارات تصب في مصلحة تسريع العملية السياحية وديمومة أو الديناميكية العملية السياحية، لكن ما نشاهده للأسف هو أسعار الفنادق وبعض الفنادق يعني في الجزائر من يعني في موسم الاصطياف أسعار ملتهبة. ربما أنا لا أتحدث عن يعني فنادق فخمة، ولكن فندق ليس في متناول يعني مقارنة بالخدمات التي يقدمها ونوعيتها. أيضا كنت زرت الجزائر من وهران إلى غاية مدينة الطارف وشاهدنا الفنادق كيف يعني الأسعار يتلعبوا في الأسعار، في يعني كيف المواطن أو السائح المحلي الجزائري أن يمارس السياحة الداخلية الجزائرية في ظل أسعار ملتهبة في موسم الاصطياف. نتحدث عن غلاء، نتحدث بعض الأحيان عن يعني سوء خدمات، لكن هذا فيه مؤسسات خواص وليست مؤسسات عمومية. لما احنا شفنا مؤسسة فندق سيبوس في ولاية عنابة فندق 5 نجوم، يعني تشوف مجهودات الدولة الجبارة، يعني انها لما تاخذ قرار انها يعني تخدم فندق بمواصفات عالمية مستحيل انها ما تحقوش، يعني مستوى عالي جدا في الفندقة. اما الخواص فنعيب عليهم غلاء الأسعار. أيضا في تحدثت في عدة برامج حول الشواطئ واستغلال الشواطئ،
نقولها صراحة أن المواطن الجزائري أصبح يعني يعاني، أصبح أنه يخاف أنه يروح للشاطئ، فيه عصابات في الشواطئ. أنا أقولها صراحة فيه عصابات في الشواطئ، كيف يسيروا فيها الاستغلال يعني بدون بعشوائية. نتحدثوا على الباركينج مثلا بصريح العبارة، المواطن أصبح يخاف لما يروح الشواطئ غير محل. الذي تحدث عنها السيد ملوك فيما يخص إعطاء هذه الشواطئ للخواص والمتعاملين ذات المهنة الأصل، نعم هذه المبادرة كيف يمكن أن تخدم القطاع ككل؟ وزارة السياحة تقوم بالمجهود أكيد. هذه مبادرة جيدة في أنه يتم تنظيم عملية استغلال الشواطئ، حتى أنه السيد المحافظ قال أنه وزارة الداخلية يعني هناك يعني عمل حكومي مشترك. هذا اللي كنا نطالب به سابقا، أنه يجب على مثلا استغلال الشواطئ يكون عبر وزارة الداخلية، وزارة السياحة، قطاع النقل أيضا مهم جدا، وأيضا قطاع التجارة، بحيث أنه القطاع السياحي قطاع أفقي لديه صلة وطيدة يعني مع جميع القطاعات الأخرى. ايضا من ناحيه انه تحدث السيد المحافظ يعني على مخرجات مجلس الوزراء الاخير اللي كان رئيس الجمهوريه امر انه تسقيف اسعار الفنادق، انه تسهيل الاستثمار، وايضا انه لما تكون الشواطئ يعني تمنح لمن يستحقها كمتعاملين سياحيين كوكالات سياحيه بغض النظر، لانه البلديات انا نقولها صراحه ما قدرش تسير الشواطئ يعني فيه فوضى عارمه سابقا، نتحدث سابقا، لكن يعني منذ بدايه او من 2019 2020 مع جائحه كورونا بدات يعني تتحسن الحاله يعني على مستوى استغلال الشواطئ. ايضا يمكن الحديث عن تسقيف اسعار الفنادق اللي هو مشكل وعائق، ودائما ما نتلقى يعني سواء كوكالات ما يقدرش يديروا برنامج سياحي بسبب الفنادق وغلائها، المواطن القدره الشرائيه تاعو ما يقدرش يروح الفندق ثلاث نجوم في الجزائر، واذا راح ليه يلقى سوء الخدمات. يمكن نطرحوا هذا السؤال الذي تحدثت عنها مع السيد منير بشيري، تحدثنا عن الخدمات النوعيه، وقال السيد حمر انه ربما الوكالات يواجهوا صعوبه في ايجاد اماكن وفنادق في خدمه ونوعيه جيده وبسعر يلائم الجميع. ربما هذا المشكل يمكن ان تجاوبنا عليه. بارك الله فيك. صاحب مركب وايضا صاحب وكالة سياحية. شكرا. شوفي الاخت، احنا مثلا دوكا تزامن يعني بدايه الموسم الصيفي، احنا قبل ما يبدا الموسم الصيفي راح يكون عندنا زيارات ميدانيه تقريبا لكل الولايات، خاصه للولايات الساحليه، هذا شيء مفهوم خاطرش رانا داخلين على الصيف. احنا نحاولوا دائما اصطياد كما نقولوها العصافير النادره كما يقولوا بالمثل، احنا دائما نحاولوا نكتشفوا مركبات جديده، ودائما نحاولوا نوصلوا الفكره لاصحاب هذه لما نقعدوا هكا على الطاوله معاهم، يكون فندق جديد ولا مستثمر جديد، دائما نحاولوا نوصلوا له واحد الفكره انه الاستثمار تاعو لازم يكون هذه على الاقل على كما يقولوا المدى المتوسط، هذه اقل شيء المساوي. الخطا اللي راه يطيح فيه معظم المستثمرين الجزائريين انه لما يستثمر يحوس مثلا في الصيف هذاك تقريبا يدير 30 او 40% من الاستثمار تاعو، هذا خطا. خطا لماذا؟ لانه الانسان لازم يشوف القدره الشرائيه تاع المواطن خاصة بعد جائحة كورونا. يعني لكن الصراحة نشوفوا الأسعار مع القدرة الشرائية للمواطن ما يقدرش يروح. يعني جايك ما يروحش سياحة في التحليل تاعي. دوكا من جائحة كورونا وجيب لهنا القدرة الشرائية نحب ولا نكرهو تاع المواطن نقصت. كل الناس نقص يعني واحد اللي كان عنده شوية دراهم راحوا هذه. دوكا الإنسان لازم يحط بعين الاعتبار القدرة الشرائية هي رقم واحد في الذهن تاعو كي يجي يستثمر. وما يخفكش انه يعني احنا رانا في مرحله انتقاليه كما قلنا، راهي الدوله الجزائريه وحتى المستثمرين راهم اتجهوا للسياحه. نعتبروا يعني هذه المرحله مرحله انتقاليه، مع هذا لازم من هذا المنبر نوجه نداء للمستثمرين انهم لازمهم يديروا اسعار يعني تكون في مستوى المواطن. احنا المواطن مش يحوس غير على هذاك كما احنا نقولوا له واو هذاك تاع 5 طوال، كاين ناس الله يبارك اللي يقدر على شيء هذا
الله يبارك ما عندناش مشكل. تقريبا احنا نهضروا على 70 او 60% 60 او 70% من يعني المواطن الجزائري هو صاحب الدخل المتوسط، اللي لازمنا نوفروا له الفندق واش يكون فيه. الطفل الجزائري وحتى العائله الجزائريه تحب عدد المسابح يكون في. ممكن تعرف على الاسعار التي تروج حالها؟ نعطيك نعم يعني نعم مثلا قبل ما نتكلموا على الاسعار لازم نتكلموا اولا على الوجهات اللي راهي مطلوبه كثير في الجزائر. نعم. الا وهي مثلا نهضروا على مصغانم اللي اصبحت وجهه سياحيه في الجزائر بامتياز، نعتبرها رقم واحد في الجزائر. ثاني وجهه اللي يعني مطلوبه كثير في الصيف، نبقاو دائما في غرب البلاد، الا وهي عين تيموشنز. مثلا لو نتكلموا على مصغانم، لو نعطيك اسعار تاع ازاد ولا يعني معليش يعني نهضروا على اسعار تاع الفنادق اللي المستوى تاعها راقي، يعني هذا هو المقصود تاعي، يعني فيها اسعار خياليه. خيالية اللي توصل في النهار غرفة ثنائية للزوجين بدون أطفال تفوت 80,000 دينار في اليوم. هذا ما تشوفوش حتى ولو كان في أنطاليا ولا. نعم سيد ملوك، هل هناك ربما مراجعة للأسعار ككل في الجزائر فيما يخص أسعار الفنادق والخدمات ربما مقارنة بالخدمات المقدمة؟ أكيد، هو المسعى تاع السلطات العمومية في البلاد هو يعني حث وتحسيس هؤلاء المتعاملين على وضع يعني أسعار ترويجية لمنتجاتهم، يعني ما نبقاوش فقط في يعني هذه الأسعار الملتهبة في مجال الخدمات. وأكيد أن هذا يتأتى ب يعني رفع طاقة الاستقبال، يعني لأنه الأمر مرتبط بالعرض والطلب. الآن طاقة الاستقبال المتوفرة حاليا على مستوى الجزائر يعني لا تكفي لتلبية الطلب الموجود، خاصة أنا نقدر نتكلم لك على مثلا المؤسسات الفندقية المتواجدة على الولايات الساحلية، أكثر من 800 مؤسسة سياحية وفندقية متواجدة على مستوى 14 ولاية ساحلية وأكثر من 110,000 سرير. هذا الطاقة الاستقبالية والاستيعابية لا تكفي لتلبية الطلب الكبير جدا على مستوى هذه الولايات بالنسبة للسياحة الداخلية على وجه الخصوص. وكذلك هذا ما يدفع الجزائريين أو المواطنين في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان إلى توجه إلى كراء مساكن لدى أصحاب المساكن الخاصة، يعني تأجير ما يسمى بالإيواء لدى الساكن. يعني والرهان الآن بالنسبة لبلادنا هو دفع عجلة الاستثمار. أكيد. دفع عجلة الاستثمار لا سيما مع صدور قانون الاستثمار الذي بادر به السيد الرئيس، يعني السيد رئيس الجمهورية، وكذلك ما تبعه من صدور مراسيم تنفيذية، منها إنشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والتي هي مشاركة معنا اليوم في هذا الصالون الدولي للسياحة والأسفار، وكذلك يعني إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي. الآن الرهان والتحدي هو كيفية يعني تهيئة الحافظة العقارية التي هي متواجدة على مستوى مناطق التوسع السياحي المصنفة وتوجيهها نحو الاستثمار السياحي الناجع أو الناجح حتى نرفع طاقة الاستقبال السياحي والفندقي. وكذلك ارتفاع هذه الطاقة أكيد سيساهم في تخفيض الإسعار، يعني ستصبح هذه المؤسسات تتنافس فيما بينها من أجل تقديم أحسن العروض يعني الترويجية، وهذا ما يساهم في تخفيض الأسعار. شكرا لك سيد ملوك. مشاهدينا الكرام نذهب فقط فاصل إشهاري ونواصل النقاش في هذا الموضوع. عودة مجددا مشاهدينا الكرام لاستكمال النقاش حول موضوع السياحة، خاصة ونحن متزامنين مع موسم الاصطياف. إذا توقفنا في الجزء الأول بالحديث عن الطاقة الاستيعابية للفنادق المتواجدة في الجزائر مع السيد ملوك المدير المركزي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية ومحافظ الصالون الدولي للسياحة والأسفار. إذا السيد ملوك، ماذا عن الاستثمارات الموجهة في هذا القطاع للرفع من الطاقة الاستيعابية للأماكن؟ نعم شكرا. إذن كما قلت الاستثمار
هو رهان كبير جدا بالنسبة لبلادنا في جميع الميادين وفي السياحة على وجه الخصوص. يعني إذا أردنا كما قلت آنفا أننا ننزل بالأسعار إلى المستويات التي يحبذها المواطن، خاصة أنه نريد أن نصل إلى طبقة المتوسطة في بلادنا، ونعلم بأن السلطات يعني في البلاد تلح كثيرا على حماية هذه الفئة من المجتمع، فئة يعني الطبقة المتوسطة وفئة الشعب، يعني وخاصة نحن في دولة اجتماعية كما نعلم جميعا. يعني الدولة تحمي أبنائها وتحمي يعني الفئات الهشة والفئات الفئات مختلف الفئات. يقول إنه المواطن الجزائري خط أحمر. نعم وفيما نعم يخص الطابع الاجتماعي. أكيد أكيد دولتنا تحمي مواطنها. أكيد نعم. وليست هي ليس هو شعار، وإنما أقول بأنه إيمان بهذا المبدأ، أن المواطن في قلب كل سياسة تنموية. أكيد في كل القطاعات. نعم أكيد. ونعلم يعني هذا إشارة فقط، يعني ربما نخرج عن الموضوع ونعود إليه. أنه حتى يعني الجزائريين يعني الشهداء اللي ضحوا من أجل هذا البلاد، أننا ضحوا من أنه المواطن يعني يتمتع في بلاده ويعيش كريم في بلاده يعني بكل أريحية. إذن هذا 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 بين قوسين، وإنما أردت أن أقول بأنه هذه الفئات الاجتماعية هي محمية، ونريد أن تستفيد من السياحة. كما يقال السياحة للجميع كمبدأ، من مبدأ نستطيع أن نقول من مبادئ حقوق الإنسان، أنه السياحة تكون في متناول مختلف المواطنين. نريد أن الجزائريين كلهم بمختلف فئاتهم، طبعا هناك من يستطيع أن يذهب إلى فندق 5 نجوم، وهناك من لا يستطيع أن يتوجه إلى فندق 5 نجوم، يتوجه إلى فئة 3 نجوم، وهناك من يتوجه إلى ربما إلى المخيم السياحي. إذن المؤسسات السياحية مصنفة في درجات مختلفة من أجل أن تصل إلى فئات مختلفة من الجمهور المستهدف. إذن عجلة الاستثمار إذا دفعناها أكثر فأكثر بالنسبة للمستقبل في مخصص قطاع السياحي، سترفع من الطاقة، وبالتالي كما قلت تخفض أسعار الخدمات. أعطيك رقما، حاليا أكثر من 2000 مشروع سياحي معتمد، وحاليا يجري إنجاز أكثر من 700 مشروع سياحي وفندقي على مستوى كل ولايات الوطن. وبالنسبة لموسم الاصطياف، بالنسبة لموسم الاصطياف يعني نعرف بأن الولايات الساحلية هي اللي تعرف أكبر إقبال، سيدخل أكثر من 57 مؤسسة سياحية وفندقية ستدخل حيز الاستغلال خلال هذا، وهذا ما يرفع طاقة الاستيعاب. لا نقول بالمستوى أو المأمول، وإنما نقول بأن المجهود لكنها خطوة. نعم هي خطوة مهمة. خطوة مهمة وخطوة جبارة. نعرف بأن الاستثمار السياحي ليس استثمارا سهلا، وإنما استثمار يتطلب رؤوس أموال ضخمة، وحتى عائداته لا تأتي في سنة أو سنتين. يعني لابد أن يعني ننتظر سنوات حتى هذا المشروع يعني يسترد ما تم استثماره من رؤوس أموال. وطبعا نعرف بأن المستثمرين كثير منهم يتحصلون على قروض من المؤسسات البنكية، وهم ملزمون بتسديد تلك القروض، رغم أنهم يعني فيه إجراءات وامتيازات وإعفاءات جمرك جبائية أو حتى تسهيلات من طرف هذه البنوك، ولكن البنك يعني صاحب المشروع عليه أن يسدد القرض، وبالتالي الأمر مرتبط بضرورة يعني كيف نحقق مردودية هذه المؤسسة لكي أسدد قرض يعني صاحب المشروع. وعلينا الآن أننا بناء على توصيات مجلس الوزراء أن تخفض سعر الفائدة بالنسبة للبنوك
يعني فيه قرارات اتخذت من طرف مجلس الوزراء انه وتعليمات اسديت للبنوك من اجل تخفيض نسبة الفائدة حتى يمكن للمؤسسات أصحاب المشاريع أو حاملي المشاريع السياحية أن يستفيدوا من قروض تسهيلية من أجل إنجاز هذه المشاريع. إضافة لأننا الآن نحن بصدد مراجعة أو إصدار قانون يتعلق بالنشاطات السياحية، حيث سنتكفل بمسألة دور الضيافة يعني اللي كانت غير موجودة في قائمة المؤسسات السياحية والفندقية، يعني حتى نشجع الشباب خاصة على الاستثمار في هذا النوع، لأنه هذا البيوت الضيافة يعني اللي موجودة على مستوى العالم معمول بها لميزون دوت، هذه دور الضيافة السياحية، نشجع الشباب ما تطلبش استثمار، ما تطلبش أموال كبيرة مقارنة مع المؤسسات السياحية أو الفندقية، ليست استثمارا ثقيلا مقارنة مع المؤسسات الفندقية، نسمح لهم بالشباب بالاستثمار في هذا النوع حتى نتركوا المواطنين يروحوا إلى يعني توجهوا نحو هذا النوع من الإيواء، لأنه طلب كبير على الإيواء السياحي، إضافة إلى مسألة الإيواء لدى الساكن اللي راح نعمل على تنظيمها في إطار قانون للنشاطات السياحية. نعم، أعود إلى السيد حيمور، ربما نتحدث نعود إلى النقطة الأساسية، السعر والخدمات، كيف تراها سيد حيمور؟ من جهة أنا أشاطر السيد نبيل في بعض الأمور فيما يتحدث عن الاستثمار، فيما يتحدث عن أيضا الحفاظ على يعني حقوق المواطن الجزائري، وأن نعرف أنه السياح الجميع، لكن ينتابني واحد الشعور أنه فيه مواطنين أو أطفال في مناطق نائية لا يزال لا يعرف هذه الشواطئ والرحلات السياحية، وهذا ممكن يعيب علينا أنه في الجزائر بلد القارة امتداد ساحلي كبير ومقومات سياحية، لكن بعض المواطنين لا يعرفون، حتى أطفال في مناطق نائية لا يعرف الشواطئ ولا يعرف الرحلات السياحية. من جهة الاستثمار، لما نقول استثمار أجنبي في الجزائر أو استثمار أصحاب يعني رجال الأعمال في الجزائر في القطاع الفندقي، لا تجد فندق يعني على شكل فندق مثل ما نرى في الدول العربية والأجنبية والأوروبية، وإنما عبارة عن عمران يعني عمارة يعني وكراء غرف فيها مع أسعار غالية جدا. أيضا لما نقول استثمار أجنبي في الجزائر، غلاء الأسعار شاهدنا في ولاية سكيكدا، ولا أسمي يعني كيف تتوقعون الأسعار؟ هذه الأسعار تثملين، نقدر نقول لك 30 ألف دينار لليلة الواحدة، يعني وش ينتظر المواطن اللي قدر الشرائية تعوز جملين؟ ومن السياح من حق الجميع، من حقنا أن نضمنه طاقة استيعابية أكبر، بناء منشآت فندقية، ولما لا توجه المؤسسات العمومية، شركة عمومية مثل كوسيدر ومؤسسات اقتصادية، أنها توجه في الاستثمار في القطاع الفندقي، لأنه الطاقة الاستيعابية كما ذكر السيد نبيل أنه تكون 110 ألف يعني سرير على مستوى الشريط الساحلي، هذا لا يكفي. إحنا نعرف أنه الجالية يعني فقط الجالية 7 ملايين، لو يدخلوا جملين جزائري يعني من أبناء الجالية للجزائر كيف راح يكون الحال؟ هناك من يفضل أنه يكري منازل، ربما بالحديث عن الكراء، كراء المنازل أصبح أمر صعب في الجزائر. لو نتحدث، وانا لما تحدث الزميل منير قبيل يعني قبل قليل على يعني ولايه مستغان وتيموشنت، نقول له انه ولايه جيجل هي اكبر ولايه قاطبه للسياح المحليين في حتى ابناء الجاليه في الجزائر، بحيث انه ما فيهاش فنادق، لكن الايواء لدى الساكن يعني فيه طالبه كبيره عليها، حتى الايواء لدى الساكن فيه مشاكل كبيره، واحنا هذا راح يكسر يعني السوق الفندقي. لما تشوف انه منزل لخمس أفراد يدير 500 ألف حتى المليون، 10 ألف دينار في يعني في هذا الصيف راح يبدأ من 10 ألف يعني، والفندق يدير 800 ألف. لهنا تناقض كبير في القطاع السياحي في الجزائر، أنا صراحة نقولها، لأنه ما كانش قرارات سيادية أنك تكون فيه فتح الاستثمار على يعني ككل، فتح الاستثمار في القطاع الفندقي، إنشاء مناطق سياحية مثل ما نشوفه في تونس، إنشاء مناطق سياحية تشوف 15 فندق متتالي يعني على طول الساحل. احنا في الجزائر هذه ما كانش، احنا في الجزائر تشوف انه فندق اثنين بعد تلقى منازل وبيوت على الشاطئ، مش عملية سياحية متراكبة. لما نشوف العملية السياحية انك تكون مناطق سياحية مؤهلة بخدمات، خدمات يعني متعددة، من نقل بري، من نقل بحري، من نقل جوي،
وايضا انها تكون اسعار في متناول السائح المحلي. احنا السائح الاجنبي يقدر يدخل الجزائر بشكل عادي، الوجهه الجزائريه ارخص وجهه للسواح الاجانب، يعني السواح الاجانب في الدول العربيه لما نشوفوا من ناحيه الفنادق، من ناحيه تذاكر طيران، من ناحيه التاشيره اصبحت سهله، لكن المواطن الجزائري لا يقدر على انه يمارس السياحه في الجزائر الا يعني اذا كان يعني تخييم او كراء المنازل. نعم، نعود الى المركبات السياحيه. سيد منير بشيري، ربما لو تعرفنا عن الطاقه الاستيعابيه للمركب حاليا. لو نتكلموا على الطاقه الاستيعابيه تاع المركبات، لازمنا نتكلموا على انواع المركبات في حد ذاتها. انه المستثمرين كاين وين تلقى الاستثمار الاول يديروا منتجع يسميه منتجع ان ريزورت، منتجع سياحي اللي يكون فيه كل شيء من الاكوا بارك للاطفال، الفنادق، عدد المسابح يكون من 7 حتى 8، مثلا تلقى حتى الغرف فيها مسبح خاص. هنا طاقة الاستيعاب راح تكون كبيرة، هذا نظرا للطالب اللي ما يقدرش يكون في يعني السعر تاع هذه الفنادق ما يكونش يعني في متناول الجميع، راح يكون طالب عليه يعني في المعقول. لو نتكلموا على الفنادق يعني كما كان هذا الاستاذ نبيل قبيل تاع 3 نجوم اللي هي يعني الطالب الكبير يعني اللي من عند المواطن الجزائري، هنا طاقة الاستيعاب راهي ضعيفة جدا. نعود نرجعوا للاستثمار، لابد على المستثمرين يعني يستثمروا في هذا النوع من الفنادق اللي يكفي يعني الشريحة الكبيرة تاع المواطن الجزائري اللي تبلغ تقريبا 60 أو 70%، هي الطبقة المتوسطة والضعيفة، وهذه هي الفئة اللي تحب يعني بحكم الخبرة المتواضعة اللي عندنا السياحة دائما مطلوبة من عند الفئة المتوسطة. ولهذا نظن أن الطاقة الاستيعابية في الجزائر يعني للسواح خاصة الجزائريين بدون يعني ما نطلق حتى للأجانب راهي ضعيفة ضعيفة جدا. أين الخلل سيد أملك؟ والله الخلل تشترك فيه الكثير من العوامل، يعني لا يمكن أن هل هناك ربما طلبات من المستثمرين؟ يعني لا يمكن أن نشخص الداء في موطن واحد، نعم، إنما أكيد. هناك مجموعة بيئة متكاملة، يعني مناخ مشترك بين قطاعات متعددة. السياحة كما تعلمين ويعلم المشاهدون الأفاضل ليست قطاعا معزولا، وإنما قطاع يشترك فيه مرتبط. يشترك فيه الكثير من القطاعات الأخرى. يعني لما نتحدث عن مسألة الاستثمار على وجه الخصوص، نحن في مسألة العقار السياحي مثلا لسنا مسؤولين عن العقار السياحي لوحدنا فقط، وانما هناك قطاع املاك الدوله، هناك قطاع يعني الفلاحه يعني الاملاك الغابيه، هناك الجماعات المحليه على المستوى المحلي، اذا هناك قطاعات متعدده تشترك في تسيير العقار السياحي. لذلك لاحظنا في الميدان ان هناك بعض العراقيل وبعض العقبات التي ورثناها من السنوات الماضيه والتي هي تعرقل مسألة الاستثمار. لذلك نعم. لاحظنا أنه كثير من المشاريع تعطلت مثلا بسبب أنه المناطق التوسع السياحي واقعة بالمناطق الفلاحية مثلا أو واقعة بالمناطق الغابية، رغم أننا في بلدان كثيرة لاحظنا أن الاستثمارات السياحية يعني تحاول أن تحدث التوازن. نعم. من جهة تحافظ على البيئة وتحافظ على المناطق الغابية، ومن جهة تسمح ببروز مشاريع مندمجة داخل الفضاءات الغابية. نعم. على سبيل أكيد المثال. نعم سيد ملوك، أمام المشاريع التي تحدثت عنها من قبل ربما ستعطي انطلاقة ودفع قوي للقطاع السياحي في الجزائر. نبقى دائما في السياحة، نتحدث أيضا عن السياحة المحافظة والتي توازن بين المفهوم الاستثماري للسياحة والحفاظ أيضا على قيم المجتمع وضوابطه، هل يمكن الدفع بها في الجزائر؟ طبعا نحن في الجزائر يعني نحافظ على ثقافتنا وعلى تقاليدنا. نعم. ونريد سياحة مسؤولة، لا نريد سياحة يعني التي تتعدى على قيمنا وعلى ثقافتنا وعلى تقاليد شعبنا. نعم. نريد سياحة تحترم هذه التقاليد وتحافظ على خصوصيتنا. نعم. وتحافظ على قيمنا، وبالتالي نعرف أن الجزائري أو سمات الشخصية الجزائرية أنه شعب مضيف،
شعب يعني كريم، يرحب بالضيف ويرحب بالأجنبي ويرحب بالغريب ويتكفل به، هذا مغروس مزروع في شخصية الجزائري. ولكن لا نريد أن نقتصر فقط على هذه السمات وعلى هذه الخصائص، وإنما نريد أننا نتحلى أو نكتسب مهارات الصناعة السياحية مثل ما هو معمول به في كل بلدان العالم. إذا استطعنا أن نملك يعني هذه المهارات تاع بناء الصناعة السياحية، ولكي تكون صناعة سياحية لابد من توفر مجموعة من الشروط، أولها هو بناء أو توفير المرافق اللازمة، ما يسمى بالتجهيز. إذن لابد من التجهيز المناسب لكي تقوم الصناعة السياحية، لابد من توفير المرافق، من طرقات، من مطارات، من أماكن للاستقبال، لتوجيه مرافق للتسلية والترفيه. إذن لابد من مجموعة من المرافق التي نسميها نحن في يعني نسميها نحن في لغة السياحة نسميها التجهيز. وعندنا شرط آخر تجهيز، وعندنا ما يسمى بالتقييس. التقييس هو ضرورة أنه في المنتوج السياحي لابد أن تتوفر فيه مقاييس ومعايير المنتج السياحي أو المنتوج السياحي مثل ما هو معمول به دوليا. أكيد. وكذلك إذا سمحت سيدتي الكريمة حتى أكمل هذه النقطة، ألا وهي الإنتاج بالتسلسل، لابد أن يكون عندك إنتاج يعني عروض منتجة من طرف مختلف الفاعلين أو المتعاملين في مجال السياحة والأسفار، وتعرض هذه المنتوجات على زبائنها أو على السياح. إذا توفرت كل هذه الشروط أكيد بأننا سنكتسب مهارات الصناعة السياحية إضافة إلى سمات الشخصية الجزائرية. أكيد. أعود إلى استسمحك أعود إلى السيد حومر، ربما لو تحدثنا عن أنواع السياحة التي يمكن العمل عليها في الجزائر. أود أن أذكر أن السياحة الدينية هي أكبر جانب للسواح الأجانب إلى الجزائر. صحيح. لما نشوفوا أنه الطريقة التجانية في ولاية واتسوف، الطريقة التجانية في واتسوف أو طريقة ككل التجانية في العالم، نعم في الأغواط 300 مليون يعني يتبع الطريقة التجانية. هل فكرت وزارة الشؤون الدينية في الاستغلال؟ لا نحط اللوم يعني لا يكون اللوم على وزارة السياحة، لأن وزارة السياحة يعني منظم للعملية السياحية. وزارة الشؤون الدينية أين دورها في تنظيم عملية السياحة الدينية؟ يعني لما تشوف أنه في جميع الجهود، لما تشوف أنه 300 مليون يعني تابع لي حسب أرقام يعني طريقة تجانية، قالوا 300 مليون في إفريقيا، في يعني في الدول يعني الشرق الأوسط. لما نشوفوا 300 مليون وراه الاستغلال الأفضل، قادر لو يدخلنا مليون فقط من الطريقة التجانية، يعني الولاية واتسوف الأغواط فيها أضرار، فيه تميمون، هذا هو الاستغلال الأمثل. لأنه السياحة تتعدد من سياحة جبلية إلى سياحة ثقافية، واستغلال الأنشطة الثقافية كالمعارض المؤتمرات ويعني جل الملتقيات الخاصة بالثقافة، أيضا الاستغلال الأمثل للسياحة الجبلية. بعض الفنادق في الجزائر العاصمة سعر المسبح 500 ألف، وسعر الشاطئ مليون، انك تحجز مكان في يعني في شاطئ بمليون. الان انا نقول لوزارة السياحة اين تقييمكم؟ يعني اين الردع لما تشوف انه مسبح ب 500 ألف والمواطن يجيب زجملين يعني حوالي اسبوع يروح اللي يخدم فيه اسبوع يروح يقضي به ليله في مسبح يعني بدون خدمات كبيره جدا، وراك في فندق 5 نجوم. ايضا الشواطئ، لما تحدثت هذه نقطه فقط، لما تشوف انه مليون اليوم واحد، هل انا نقول لهم صراحه، هل المواطن الجزائري راه يسلك بالعمله الصعبه باه يديروا له هذه الاسعار؟ مش في المتناول. أكيد لهذه. نعم، لابد من مراجعة الأسعار. فقط لعجلة الوقت سنعود إلى السيد طبعا منير، سيد منير عفوا، نتحدث عن ربما الوجهات السياحية التي يفضلها السياح الأجانب وأيضا الجزائريين. طبعا شكرا. باش نجاوبك على السؤال هذا نعاود نرجعوا كما كنا نتكلموا قبل. الجزائر فيها نوعين من يعني المراحل في تاع السياحة، هي اللي كما قال الأستاذ نبيل قبيل يبدأ من شهر أكتوبر إلى شهر أبريل.
هذا احنا راح نلقاو فيها عده انواع من السياحه، الا وهي السياحه الجبليه، السياحه الصحراويه، السياحه الحمويه. يعني هذا يتزامن مع نوع المناخ اللي راح يكون من هذه الفتره تاع اكتوبر حتى شهر 4. لو نتكلموا على بعد يعني دخول الموسم الصيفي، يعني تقريبا من شهر جوان حتى شهر اكتوبر اللي تقريبا يكون 4 شهور، الوجهه راح تكون طبعا المناطق الساحليه وما اكثرها في الجزائر. كاين الناس تفضل كثير الشواطئ في الشرق الجزائري، وين نذكروا على سبيل المثال جيجل او بجايه او حتى سكيكده اللي هو القاله عنابه، كلها شواطئ يعني سياحيه بامتياز. لو نرجعوا لهنايا للغرب كما كنا نتكلموا مستغانم، عين تيموشنت، وهران، هذه كلها سياحه نظرا للطالب يعني الكم الهائل للطلبات، حتى الفنادق ما تستوعبش هذاك الكم تاع 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 المواطنين. نعم. ولهذا فان المواطن الجزائري دائما منظم نفسه على حسب المناخ وعلى حسب الفتره، حتى يعني في عطله الربيع نلقاو الناس يديروا سياحه يعني تاع 3 4 ايام، ماشي يعني مده كبيره. لكن بالعكس في الصيف يعني في الموسم الصيفي الناس تفضل تقتني يعني فنادق، يعني غرف في فنادق وين يروح يرتاح لمده 9 ايام ولا 10 ايام يعني بعد المجهود الكبير اللي كان داروه. نعم. شكرا لك سيد منير. اعود فقط في السؤال الاخير الى السيد ملوك. نتحدث ربما بلغه الارقام، المكان التي تتبوأها الجزائر خلال العام الماضي، ربما ماذا تتوقعون هذه السنه من حيث الارقام؟ والله إذا تحدثنا عن الأرقام أقول بأننا سجلنا في سنة 2023 أرقاما إيجابية، ويمكن أننا نرتفع بهذه الأرقام لتكون أحسن وأفضل في المستقبل إن شاء الله، إذا ارتفعت طاقة الاستقبال. وإذا وأنا لا أتحدث هنا عن الكم فقط، وإنما أتحدث أيضا عن الكيف، يعني الكم والكيف يتماشيان معا، يعني فقط لا يمكن أن نقع في فخ يعني الكمية يعني ونعمل على رفع طاقة الاستقبال، وإنما علينا أيضا أن نركز على مسألة الجودة، يعني جودة الخدمات. أعطيك بعض الأرقام، أننا في سنة 2023 سجلنا استقبال أو توافد معتبر للسياح الدوليين، وهي الأرقام اللي أعطتنا 3.3 مليون سائح دخلوا إلى الجزائر في سنة 2023، منهم 2.2 أجنبي و1.1 مليون من الجالية الوطنية المقيمة في الخارج. أقول بأن هذه الأرقام لم نسجلها من قبل، وهو ارتفاع محسوس، ولكنه لا غير كافي مقارنة مع الطاقة اللي توفر فيها عليها الجزائر. يعني نتكلم على الموارد، يعني مع مؤهلات الجزائر، يعني الجزائر كبلد كبير بإمكانها، يعني بحكم المؤهلات اللي تملكها نقول بأننا قادرين على أننا نستقبل أكبر عدد من السياح، ولكن ما نروحوش فقط أننا نركز على العدد، وإنما نركز على الكيف، على الكيف وكذلك على ما نحقق من إيرادات. يعني نقدر أننا نستقبل عدد ليس بالكبير، ولكننا نحقق إيرادات أكبر. نعم. إذن وهذا لاحظناه في كثير من البلدان. نعم. أنهم يستقبلوا عدد ليس بالكبير، ولكن لما تكون خدمات ذات جودة أكيد بأننا سنحقق إيرادات اقتصادية مهمة للبلد، وقيمة مضافة، ونساهم في يعني خلق مناصب شغل، وكذلك إحداث الثروة. نعم. الثروة يعني في الاقتصاد، في, نعم. في الاقتصاد الوطني. نعم. سيد ملوك، أيضا كسؤال أخير فقط، عدد الدول الرائدة والمتطورة في مجال السياحة على غرار الهند، إندونيسيا، تونس، تركيا والصين، مشاركة في هذه التظاهرة، في هذه الطبعة 23، ربما ما هي الإضافة خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات بين الأطراف؟ أكيد هو الحدث، يعني الصالون الدولي للسياحة والأسفار، الهدف من المشاركة الأجنبية هو تعزيز التبادل، يعني تبادل الخبرات. نعم. بين البلدان أصحاب التجارب الناجحة في مجال. نعم. السياحة، ولعلمكم بأننا سننظم يوما دراسيا في خلال هذا الصالون سيتناول
في موضوعه الأول الاستثمار في السياحة الواقع والآفاق، يعني الاستثمار السياحي في الجزائر الواقع والآفاق، يعني الواقع أننا نشخص العقبات والعراقيل التي يعاني منها الاستثمار، والآفاق كيف ندفع عجلة الاستثمار إلى الأمام. وكذلك سنتناول في موضوع ثاني خلال هذا نفس اليوم الدراسي، سنتناول المقاولتية والابتكار والشباب في مجال السياحة. إذن يعني أشركنا المؤسسات الناشئة في تنظيم يوم دراسي، وأردنا أن نفسح لهم فضاء للتعبير عن أفكارهم، وكذلك عن مشاريع جديدة في مجال الابتكار والسياحة. نعم. هذا يعني في إطار الاستفادة من التجارب والتبادل بين المشاركين في نعم. الحدث. شكرا لك سيد ملوك نبيل ملوك المدير المركزي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية ومحافظ الصالون الدولي للسياحة والأسفار. شكرا على هذا التدخل. شكرا لك. كما أشكر السيد حمور ماهر رئيس المنظمة الجزائرية للسياحة، شكرا على هذا التدخل. كما أشكر السيد منير بشيري مدير عام لمجمع سياحي، شكرا على هذه الإضافة المقدمة. بارك الله فيكم على الاستضافة الطيبة. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام وصلنا لختام برنامج ساعة اقتصاد، متابعة طيبة لبقية البرامج، إلى اللقاء.